طيب نيجي بقى دلوقتي هنعمل مع بعض بسكوت حادق بقى. احنا عملنا حلو حلو حلو، نعمل بسكوت بالملح. بسكوت بالملح ده عباره عن ايه؟ انا هعمل هنا عندي دقيق وزبده وشويه لبن وشويه ملح، مش كتير يعني، هحط مثلا على كوبايتين. دول كوبايتين وقتها، دول يا اولاد انهي مقدار ده؟ نزل لي مقادير بسكوت الملح لو سمحت. معانا اهو بكوبايتين، ماشي. عندنا هنا كوبايتين من الدقيق، معلقه صغيره بلاش سكر، بلاش سكر احسن، خليها من غير سكر احدها اكتر. ربع كوبايه من الزبده، تلت كوبايه من الزبده، ربع كوبايه من اللبن، رشه الملح، معلقه صغيره بيكنج باودر وملح عشان نحطه على الوش، يعني يا ريت يكون اللي خشن سنه بسيطه قوي، مش ناعم قوي. انا عندي هنا تلت كوبايه من الزبده، كوبايتين من السكر البودره، من ال سكر البودره ايه؟ من الدقيق كوبايتين، ده كله على بعضه، ده كله على بعضه. هي بصي كوبايتين دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلت كوبايه زبده مش ربع، تلت، ماشي. معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح جوه العجين وبره، هفرش عليها ملح، هوريك ازاي. اقلبهم مع بعض، بسم الله. ربع كوبايه من اللبن، يبقى هي بصوا مقادير تاني، كوبايتين الدقيق، كوبايتين الدقيق عليهم تلت كوبايه، يعني اكبر من الربع كوبايه من الزبده، مش ربع كوبايه لا، اكبر شويه من الزبده، يبقى كوبايتين دقيق عليهم تلت كوبايه من الزبده، عليهم ربع كوبايه من اللبن، عليهم مع رشه الملح، رشه من جوه بس، رشه ملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهديها على وشها ملح بالشكل ده. بصوا شيلوا السكر البودره من الملح ده، من المقدار ده عشان مش مظبوط، وطلعوها لي تاني عشان في اخر حلقه ننزل كل المقادير. اجيب شويه ملح بقى، يا ريت يبقى خشن سنه بسيطه خالص كده، واروح احط على وشها كده، ماشي، شكرا كده، اهي ملح بسيط يعني، ما تكتريش قوي برده، بس يعني ايه، بصوا مسحه كده، حاضر، ماشي. وابدا امشي عليها ايه، النشابه كده عشان الملح يلزق في العجين.